نحن نعلم أن هذه الحكومة ونريد أن نذكر ونعيد إلى الأذهان هذه الحقيقة التي يتجاهلها الناس ويغفلون عنها وكأنها نسيت من الماضي. هذه الحكومة نعرف جميعا أنها عينت من المبعوث الأممي اليون على الهواء مباشرة. هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها وتبقى مدى الزمن وتبقى في التاريخ لا يمكن أن تمحى. وإن حاول بعض الناس الذين الآن يدعمون هذه الحكومة بأي صورة من الصور بالحق أو بالباطل أنهم يتجاهلون هذه المرحلة ويتجاوزونها ولا يرون أنها ولا يرون لها تأثيرا. هذه المسألة لها تأثير حقيقي في مسار هذه الحكومة، لأني عندما أنا أعين إنسان موظفا عندي وأنا يعني ليس هو وصل إلى هذا المكان باختيار الناس وإلا بمؤهلاته وإلا بجهده، وإنما أنا يعني أعطيته منة وعينته لأن أكون في هذا المنصب، فهو سيكون عبدا لي لا يستطيع، لأنه إذا رفع رأسه وعصاني وقلت له افعل كذا وقال لا أفعل، مجرد قلم أطرده وأستبدله بغيري. هذه الحقيقة المرة التي نعيشها الآن. فللأسف هذه الحكومة هي مفروضة ومعينة من المجتمع الدولي وهو يدعمها بكل قوة في المجالات السياسية والمجالات الأمنية، ونعرف يعني الجهود الكبيرة التي بذلت والاجتماعات سواء في تونس أو في تركيا أو في أوروبا من أجل دعمها واستقطاب بعض النخب السياسية واستقطاب بعض الثوار عندهم السلاح ليحصلوا على ولائهم وليدعموها، ونعرف الطريقة التي أتت بها إلى طرابلس وتمكينها إلى آخره. فهي إلى حد الآن لم نسمع منها أي كلمة يعني تقول للأجنبي أو تقول حتى لمن يوالونها الأجنبي حرفا واحدا على خلاف رغباتهم وإراداتهم. نراها تصدر البيانات في إدانة التوار وإدانة المجاهدين وتصف سرايا التوار التي تدافع، يعني انطلقت لتدافع عن أهل بنغازي وصفتهم بالإرهاب، وكل ما يفعله حفتر الآن ببنغازي من تدمير وقتل للأبرياء ورمي جثث في صناديق القمامة لأهل العلم والشرع والدين والقراء وتهجير الأبرياء من بيوتهم، كل هذا لم نسمع منها بيانا واحدا ينتقد هذه الأفعال الشنيعة، لا منها هي ولا ممن عينها، بل بالعكس الآن بكل وضوح المجتمع الدولي والبعثة الأممية كلهم الآن من حين لآخر يطلقون تصريحات واضحة أن حفتر لابد أن يكون في المشهد وفي القيادة وعسكري، هو القيادة العسكرية له، وكذلك بعض عناصره اللي هي الآن يعني أركان تدعمه في بنغازي وزي مثل وزير الدفاع، هذا قائد كتيبة الدبابات التي تدك بنغازي وتهدم بيوتها، هذا والآن معهم وزير من وزرائهم، وكذلك يعني غيره كثير من أركان حفتر، كلهم لا يستطيعون أن يوجهوا لهم أي نقد ولا أي كلام تحت هذه الظروف وتحت هذه الملابسات. لا نستطيع أن نبرر الحكومة ونقول هذه ضرورة دعتها وأنها يعني لها مبرر وما دعت الآن للتدخل إلا لأن الثوار محتاجون إليها، هذا كلام بعيد كل البعد. ويخشى أن تكون هذه الدعوة الآن في نهاية المطاف بعد ما يعني دفع ثمن باهظ من الأرواح في معركة سرد ضد المارقين، ما يسمى بتنظيم الدولة في سرد المارق، يعني بعد ما هذه التكلفة الباهظة في الأرواح وفي الدماء والشهداء، نخشى أن يكون هذا أمر هو مفروض على هذه الحكومة لتطلبه، بحيث يكون في النهاية أن الذي حقق النصر في سرت ليس يعني سرقت جهودهم وسرقت تضحياتهم، ليسند هذا الأمر بعد ذلك إلى القوات الأجنبية، وليكون بعد ذلك أيضا ذريعة
لاحتلال البلاد، لأن هذا كما الآن طلبوه في سرت وراضين به وليس له مبرر، وهناك علامات استفهام كبيرة حوله بعد هذه التضحيات الكبيرة، قد يستخدم بعد ذلك في أي مدينة أخرى تحت هذه الذريعة لضرب الإرهاب. لأن القضية والإشكال أن هذه الحكومة هي توافق تماما المصطلح الغربي، توافق الجهات التي عينتها، وتوافق حفتر في هذا المصطلح. فكل من يراه حفتر إرهابي هي تقول عنه إرهابي، كل من يقول عن المجتمع الغربي إرهابي تقول عنه إرهابي. فهل هناك بعد هذا مجال لحسن الظن